يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وصفت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. قال موسى يا ربي إذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك يا عبد. قال فإذا قالها وهو ساجد؟ قال أقول لبيك يا عبد. قال موسى فإذا قالها وهو عاص؟ قال أقول له لبيك لبيك.